الشيخ يوسف صعد إلى المنبر يقرأ القرآن وعمره فقط 12 سنة، وهو تلميذ الجامعتين العربية واللبنانية، وهو مؤلف لكتابين، والآن يسعى لبناء أساس للعطاء الراقي من أجل الوطن، الوجدان، الحرية والمحبة، وهذه أولى عطاءاته. فرقتنا الموسيقية بتضم أساتذة موسيقيين من كل ألوان الطيف العربي، يطيب لي أن أقدمهم لكم بكل فخر. من اليسار لؤي ضاضة من سوريا، على الكمانجة علي الطيب من المغرب، على الكمانجة اسكندر حركاتي من تونس الخضراء، على الكمانجة هشام مشمش من سوريا، على القانون جاني ثروت من سوريا، على العود الأستاذ في الموسيقى كريم بدر من العراق، على الناي نديم دليقان من لبنان، وعلى الإيقاع مصطفى الأتات من لبنان. منفتتح هاي الأمسية الجميلة بكم بقصيدة إليك الشعر أبعثه كتابا، كلمات الشاعر الشيخ يوسف بري وألحان الشيخ يوسف ياسين. ولهذه القصيدة مناسبة، مناسبة هاي القصيدة أن الشاعر الشيخ إبراهيم بري أرسل قصيدة من جبل عامل إلى الشيخ يوسف بري يحثه فيها على الرجوع إلى ربوع الوطن، ويعاتبه فيها لطول غربته واغترابه. فأجابه الشاعر الشيخ يوسف بري بقصيدة تعتبر من روائع القصائد العاملية. وإذا كان الشيخ يوسف بري بيناتنا اليوم، بتمنى عليه أنه يوقف حتى يتسنى للجمهور الكريم تحيته بعد ما وصل. على كل الأحوال، قصيدة إليك الشعر أبعثه كتابة. Thank you.
الشام ليك الشعر أبعثه كتابا فهاتي مع النسيم تؤلم
ياها ولو كانت خرابا. غريب الدار تؤلمه ديار وهواها ولو كانت خرابا. إليك الشعر أبعثه كتابا فهات فعن نسيم للجواب. ديترويت لا تسألني فإني على رغمي أطلت بها الغياب. عن ديترويت لا تسألني فإني على رغمي أطلت بها الغياب. غريب الدار تؤلمه ديار ويهواها ولو كانت خرابا. غريب الدار تؤلمه ديار ولو كانت خرابا. إليك الشعر أبعثه كتابا فهات مع النسيم للجواب. والسمار حولي أغنيهم قصائدك العذاب. سهرت الليل والسمار حولي أغنيهم قصائدك العذاب فألكمها
كل قافية أتتني وأحسبها سهولا أو هضاما فألثم كل قافية أتتني وأحسبها سهولا أو هضابا إليك الشعر أبعثه كتابا فهات من لبنان لي الجواب. والسمار حولي أغنهم قصائدك العذاب سهرت الليل سهرت الليلة والسمار حولي سهرت الليلة والسمار أغنهم قصائدك العذاب سهرت الليل والسمار حولي أغنهم قصائدك العذاب سهرت الليل والسمار حولي أغنهم قصائدك العذاب فألثم كل قافية أتتني وأحسبها سهولا أو هضابا فألثم كل قافية أتتني وأحسبها سهولا أو هضابا إليك الشعر أبعثه كتابا فهات من لبنان لي الجواب. Thank you.
الكرم تغمره الدوالي ليس الكرم تغمره الدوالي وفيه الطل ينسكب انسكابا ليس الكرم تغمره الدوالي وفيه الطل ينسكب انسكابا ليس الكرم تغمره الدوالي وفيه الطل ينسكب سكابا بأجمل منظر سموه فنا فكل فنونهم صنعت كذابا بأجمل منظر سموه فنا أكل فنونهم صنعت كتابا أليست خيمة التينات عندي تعادل ألف ناطحة سحابا ينسكب انسكابا ليس الكرم تغمره الدوالي وفيه الطل ينسكب انسكابا بأفضل منظر سموه فنا كل فنونهم صنعت كتابا بأجمل منظر سموه فنا فكل فنونهم صنعت كتابا أليست خيمة التينات عندي تعادل ألف ناطحة سحابا
وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. سألتك كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. وفي صديق حيث البطن زاه يعانق في تمايله القباب. سألتك كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. سألتك كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. وفي صديق حيث البطن زاه وعانق في تمايله القباب. سهل الخان كيف السهل أمسى وهل طابت أزاهره وطابا. كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. سألتك كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. وفي صديق حيث البطن زاه يعانق في تمايله القباب. سألتك كيف أنت وكيف أهلي وأطلال طويت بها الشباب. وفي صديق حيث البطن زاه يعانق في تمايله القباب. وسهل الخان كيف السهل أمسى وهل طابت أزاهر وطابا.
فكم أحببت في تلك الليالي إذا ما البدر في الظلماء غابا. فكم أحببت في تلك النواحي إذا ما البدر في الظلماء غابا. وكم غادت راحت تغني على هضبته قطع العذاب. وكم غادة راحت تغني على هضباته قطع العتاب. وعين الورد هل أرجع إليها وأغسل فوقها